نقول نحن قبيلة نحن قبيلة ندفع 100 ريال للمتزوج وهذا اتفاق معروف، والذي لا يدفع هذا المبلغ لا يحضرون ويشاركون في زواجه، هل يجوز أن يطالب بالمتأخرات شرعا؟ وهل مثل هذه الاتفاقيات جائزة؟ هذا باطل، إلزام الناس إلزامهم يعني يدفعوا، هذا باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما التبرع بطيب نفس لا معنى، إذا كانوا يتبرعون عن طيب نفس واختيار لا، أما أنه يلزم بهذا لا حرام.